اللهم صل وسلم وبارك على عليك يا رسول الله. ايه رايكم نعمل النهارده كيكه؟ ايه رايكم في الكيكه دي؟ هشه خفيفه وريحتها تجنن ومغذيه جدا للاطفال وللكبار. انا قطعتها والله دلوقتي على المقادير. في 3 كوبايات دقيق، في 1.5 كوباية سكر، في 1 كوباية لبن، 1 كوباية زبادي، 1/2 كوباية زيت، بيكنج باودر وفانيليا و3 بيضات. هنبدأ نقول بسم الله. هنعمل نجهز. هحط الأول السكر كده، احط السكر، احط السكر واللبن والبيض والزبادي وجوز الهند، مش هحط الزيت ده. اللبن ثلاث بيضات، هحط عليهم فانيليا. فانيليا السائله دي حلوه جدا في الاستخدام وبتدي نتيجه كويسه، بفضلها عن البنين البواكي، بتدي ريحه حلوه قوي وهتعمل تفاعل مع جوز الهند فظيع. كده حطيت البيض والزبادي واللبن والسكر والفانيليا، هحط كمان جوز الهند، دول 3 معالق جوز هند، هحطهم عشان تنعم، هيضربوا مع بعض في الخلاط عشان تديني الريحة والطعم وتنعم كمان. هضربهم كويس، مش هحط الزيت دلوقتي، هحط الزيت في الاخر خالص في اخر الضرب عشان ما يخليش العجينة سودة، ما يخليليش الكيكة سودة، ما تغمقش مني. دلوقتي انا بقلب اهو بالراحة جدا، على اقل من مهلنا خالص واحنا بنقلب في عجينه الكيك، ما نستعجلش عليها، حبه حبه كده لغايه لما يلفوا مع بعض كده. تمام، اظبط الكاميرا بس معلش. اقلب كويس وبالراحه جدا وعلى اقل من مهلي، مستعجله ليه؟ بالراحه جدا لغايه ما العجينه تلف معايا، الدقيق والبيكنج باودر يطهوا خالص. طبعا احنا مشغلين الفرن يا بنات، مشغلين الفرن قبل ما نشتغل في الكيك على درجه حراره 180. لازم يكون الفرن دافي واحنا بندخل الصينية عشان يدينا نتيجة كويسة. كده انا بقلب بالراحة لغاية ما توه الدقيق خالص في السائل اللي احنا ضاربينه، ادخل الدقيق مع بعضه، مخليش اي دقيق باين خالص. بعد كده هنجيب الصينية وهدهنها شوية زيت وبطنها بالدقيق. تمام اوي كده، الدقيق كله اختفى معايا وبالراحه خالص وما قاستش على العجينه. الصينيه هجيبها معايا مستطيله، ارتفاعها مش عالي، بحب القطعه مش كبيره، ما تبقاش كبيره قوي، دي حلوه القطعه بتاعتها تبقى متوسطه والولاد يعرفوا يمسكوها بايديهم كده يعرفوا ياكلوها، ودي كده هتبقى حلوة هايلة جدا. جربوها بس، دي كده هتبقى هايلة. دي ببطنها بالدقيق، هنزل فيها الكيك الارتفاع ده مناسب جدا للكيكة. هسويها بس، سويها بس كده خطوة بسيطة وهحطها في الفرن، هتقعد معايا 1/3 ساعة
مفتحش باب الفرن الا لما اشم ريحه الكيكه طالعه غرقت البيت، ريحتها طلعت. اسكت، انت عاملاها بجوز الهند هتلاقي جوز الهند مغرقه البيت، عاملاها بالبرتقال هتلاقي ريحه البرتقال طالعه، عاملاها بالفانيليا بنفس الطريقه. فما نفتحش الفرن خالص الا لما الريحه تبان علشان تدينا نتيجه كويسه وما تهبطش مني. شكلها حلوه، وسويها حطها في الفرن.